السلام عليكم، نتمنى تكونوا مزيانين وبخير وعلى خير. رمضان كريم وعواش مبروك ان شاء الله. الله يصبركم ان شاء الله مع هذا الشهر الكريم. وبالنسبه حنايا حاليا متواجدين في سوق الترانكات، كنبيعوا مواد الدهنه الغذائيه، الاسماك، اللحوم، كل شيء كيتباع في هذا السوق هذا. كاين خزاين الخضره، الخزاين العطريه، الخزاين الحوت، اللحام، اي مسائل كامله. اليوم جا عندي السيد سوق المحل ديال الخضر والفواكه. بالنسبه كنلاحظوا واحد التطور في الاثمنه كبير بزاف، ماشي التطور، واحد النمو في الاثمنه، كما يعني بزاف بزاف اثمنه طالعه بزاف. المسائل اللي هي ضروري خصها تكون في المنزل يوميا، اللي الانسان كيتعامل معها يوميا، بطاطا، مطيشه، هاد جوج الحاجات هادوما راه وصلوا لواحد الاثمنه اللي ما كناش كنسمعوهم كيطولوا لنا هذا المدى. هذا دابا الاثمنه هادو كان كيجي فتره وكيمشيو هاد الايامات وهاد الشهور، راه شبروا في هاد الاثمنه ديه. مطيشه هذه تقريبا شي اسبوع كانت ب 4 دراهم 5 دراهم، اليوم 12 درهم 10 درهم، راه بزاف. راه تينا في مده اسبوع ما كاملش طلعتي مطيشه من 5 درهم 4 درهم 12 درهم 10 درهم، راه هاد المسائل طالعه بزاف. والبطاطا، بطاطا واصله 10 درهم 9 درهم، بطاطا مزيانه ب 10، بطاطا ناقصه كاليتي ما فيها ما يتشاف 9 درهم، يعني وتيره كبير، وتيره عاليه هادشي هذا. بالنسبه للبصله، البصله كيقولوا الناس طالعه، انا البصله يعني الوقت ماشي ديالها، البصله حاليا ما متواجداش بزاف، كيبسوها باش يعني كتوجد من العام اللي ماجي. يعني في هذا الثمن هذا 14 15 درهم، راه يعني ثمن مزيان للبصله. العام اللي فات كانت طالعه بزاف، كانت 20 درهم 25 درهم الكيلو بصله، كان الانسان كيتشكم بصله قطعه بمره. حاليا بهذا الثمن هذا فهي مزيانه، ما تزيدش يطلع وصافي، يعني مينيمون هو هذا والماكسيموم هو هذا، تبقى في هذا الثمن. اما المسائل الاخرى بحال بطاطا، مطيشه، هذه مسائل خصها تكون يوميا في الدار. المواطن ما اذا مجبر ما يعمل يمشي يضرب بطاطا ومطيشه، اما باش يجي يجبر ب 10 درهم مطيشه ب 12 درهم راه يعجز، راه الانسان ما يبقاش ديك المسائل اللي بسيطه اللي كان هو كيلجا لها في اخر خيار ديالو، راه ما بقاتش متوفره له. كان مسائل اخرى بحال الديسير، كاين شي مسائل في الديسير راه طالعه، كاين شي مسائل اخرى في الخضره اللي اسمينا ماشي ديالها وكتجبرها طالعه بزاف. فلفل 28 درهم 30 درهم، فلفل مخلص ب 26 درهم، راه كيفاش هتبيع فلفل؟ فلفل شحال هادي؟ هذاك ما كيفوتش 12 درهم، الخضر 7 درهم، الخضر 7 درهم، الحمار هذاك يعني اذا بسل بزاف كتجبرو ب 14 درهم 12 درهم. لهاد الايامات هادي 30 درهم فلفل خصك تبيعو، 30 درهم كتحسب الكوسور، كتحسب كل شيء، راه فيها المسائل كامله. البطاطا ب 10 درهم خصك تعمل لها اخر تمام، خلصها ب 8 درهم ونص، 8 درهم و80 فرنك، يعني اذا نقصت الى 10 درهم انت ضايع. كيجي الصندوق مخلط، فيه الرقيق، فيه المهرس، فيه الغليط، فيه المضروب، فيه الخامج، تينعزل وبيع. ومطيشه الصندوق عاو كيجي مطيشه، نعطيكم الثمن في المارشي ب 275 درهم تقريبا، كتلقى بشي 9 درهم و20 فرانك للكيلو. اذا بعتيها انايا ب 10 درهم راه انت خاسر، واخا اذا كيجي الصندوق شويه نقي كنعزلوها ب 10 درهم ما مسوقيش نربح، قد اللي مسوقين لبنادم راه اخر يجي يوقف عليك ويبغي يدي كيلو د مطيشه خصو يجبد 10 درهم من الجيم، النهار ديالو كامل خدام عليه ب 50 درهم، يدي كيلو د مطيشه كيلو بطاطا يبقى ناقص مسائل اخرى. راه صعيبه هذه على المواطن هذه اللقطه هذه، ونتمنوا ان شاء الله يحلوا هذا المشكل هذا. راه هذا مشكل كبير بزاف كيضرنا حنايا، حنا عندنا فيه حتى شي ربح، انك تكون السلعه طالعه عليك غاليه، راه انك طيح لي حبه د مطيشه ودمشي راه طاحت لي 3 درهم، حبه بطاطا تضيع لي راه ضاعت لي 3 درهم، يعني انا بيدي منظر هاد القضيه بزاف. قلتي لي حبه بطاطا 3 درهم، الا وزناها بغينا نسجلوا هاد العمليه اكثر من 3 درهم نشوفوها في الميزان بالضبط. هادي بطاطا قد المتوسط الحجم ديال اليد. شحال فيها الوزن ديالها؟ الوزن ديالها 320 غرام. شحال طيحها؟ 3 درهم و30 فرانك. يعني هاد البطاطا 3 درهم. البطاطا هادي اذا مشات لي انا طاحت في الارض راه انا ضايع بزاف. في الوقت اللي كان المواطن كيشري الكيلو ب 3 درهم و4 درهم بطاطا. بزاف راه البطاطا يعني بزاف. دابا اذا دابا هاد الحبه هادي اذا نزلتيها كتعطيك درهم. هادي اذا هي 80 فرانك. شو قداش؟ هادي بطاطا دابا ب 80 فرانك. في الوقت اللي كان كيلو كان المواطن كيشري ب 4 درهم 3 درهم. بزاف ما المهم هادشي هذا باسل بزاف، وما صراحة حنا منضرين بزاف، ما فايدنا هادشي بتا شي حاجة، ما كاينش الربح في هادشي هذا، يعني كتجبر راسك ضايع. أنا ضد ذلك، بغينا نجربوا مطيشة، شوف شي مطيشة. نشوفوا شي حبة غليظة. هاد المطيشة هادي كتنزلها في الميزان كتجبرها درهم و80 فرانك. هاد المطيشة درهم و80. هادي صغيرة، شوف واحدة كبيرة عليها شوية. هادي نشوفوا صغيرة، هادي شحال؟ نفس الثمن هادوما. شحال الثمن ديال هادي؟ هادي 10 دراهم، نفس الثمن، درهم و70 درهم و80 فرانك. درهم و80 فرانك، يعني تقريبا خصك سبعة الحبات انت مكمل كيلو. علاقة المواطن اللي كيجي عندكم انت اللي كان ديجا كيتسخر مع عندك واحد الثمن رخيص والان كيتفاجئوا، شنو كينظر لك كيفاش كتشوف؟ صراحة احنا علينا تشوفة خايبة.
التوفه قبيحه بزاف. اخر كيجي لعندك من المحل راه مي كتقول له الاثمنه راه ما كيفكرش انا الزياده من تحت ولا شي حاجه، كيتشوف فيا انا شفار، انا يعني انا عامل شغلي، انا زايد في الاثمنه، انا نعطيك الفاكتوره باش مخلص. كان ما تقدرش تعرض على المواطن دهينه بديك الطريقه تقول له لا هالفاكتوره السلعه انا ما. كيتشوف فيك ديك التوفه انك تينا زايد، كيمشي يسقسي في موطا اخر كيشوف كلشي زايد الاثمنه اللي عاملين فيها. علاش؟ حيت هما خلاو هاد النظره تكون علينا. كتمشي للمارشي كتسخر باثمنه طالعه، تجيني انا تبيع باثمنه اللي تينا كتربح فيها شويه وتلقى مشكل. شنو رسالتك للمسؤوليه تاع الدار يعني تبطل المحل معروف؟ راه الرساله هذه ماشي رساله مني بوحدي، رساله للمغاربه كاملين. راه صعيب صعيب الحاله علينا، وكنتمنى ان شاء الله يراجعوا هاد الاثمنه اللي كاينه في الاسواق الجمله، بالضبط الاسواق الجمله. كنركز للاسواق الجمله حيتاش هي اللي فيها المشكل، ومطعمي كتجي ديك السلعه من اسواق الجمله حيتاش هادو ماك اللي تما كيبدا العنصر الكبير. تما اذا تباعت حاجه رخيصه غادي توصل حاجه رخيص، اخر ما يقول لكش لا انا عندي ليسانس، لا ما عندوش شي شيكات. اذا جات له السلعه رخيصه هو يبيع بالسلعه رخيص. ونتمنى ان شاء الله يتحسن وضعيه الشعب كامل، ورمضان كريم ان شاء الله. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمه الله، واشكم مبروكه، رمضان سعيد كريم. قلت لك اخينا انا دابا 40 سنه وانا عايش في هذه المهنه هذه في هذا الدومين هذايا، ما عمرني شفت الارفاع اللي كاين دالغلا د العام هذا. هذا العام هذا المستحيل ما كنصوروش حتى دابا الشباكيه، كيجي اخر كيشوف الطابله معمره وهذه كيقول لك عقلك فين. والله العظيم حنا بدنا مزيرين مع الشعب بل كل شيء غالي. التفاح عملوا حنا في رمضان عملوا كنبيعوا التفاح 12 درهم 10 درهم، كيجيبنا هذا فرحان كيتسخر من عند بان 9 درهم 8 درهم بان، كيجي بنادم ناشط اللي عندك ما كيسقسيك حتى بشحال، والله ما كيسقسيك. دابا الحمد لله كيجي بنادم الكليان داك اللي ما كنواش يسقسيك كيسقسيك بشحال ديك التفاح كله 16 درهم 15، كيجي البانون 12 دراهم اللي نقص 25 فريسا لابوكا عملوا حنا كنا كنبيعوا 30 درهم 28 25 24 كيجي بنادم ناشط. دابا 45 درهم لابوكا اللي مزيان، انا كنهضر لابوكا اللي مزيان بالجمله 42 41 غتبيعوا 45 شحال غتبيع؟ واخا يدير حنا بدنا حنا مع الكليان كيجي بنادم كتعامل معاه اذا كدوز له هذيك الميكا ما فيها والو كيقول لك 150 درهم 140 درهم كتخلص من عنده. دابا يدك كتحشم تقول له هذه الاثمنه هذه والله العظيم 30 12 دراهم، العصير 8 دراهم والعصير عام الاول بعنا ب 5 دراهم 4 دراهم 7 دريات 6 دريات تبارك الله بيجي بنادم فرحان. اخي حنا بدنا حلفنا اللي نقص 20 درهم، كونفرنسا راه هي 24 تبع 16 دراهم. هذاك الفريسا اش كتعمل 7 دراهم 8 دراهم؟ عام الاول فريسا موجوده 8 دراهم 7 دراهم، دابا فريسا 12 دراهم كيجيبوها 100 درهم فريسا كتخلصها فيها 10 الكيلو. الميكا ديالك وسول منا الطايب وعطي بنادم حاجه مزيانه تبيعها 12 دراهم كديش دراهم، كيجي بنادم كيقول لك انت كتبيع الغلا لا ماشي في يدنا، حنا ما في يدنا والو، حنا غير تابعين الشعب وصافي. شي اللي كاين المزاح باقي ما كاينش شي مزاح. لابوكا 45 الله يحسن اللعب، كيجي بنادم كيقول لك وزن لي حبة لابوكا، كضربها له في الميزة كنقول له 5 دراهم، هي ما فيها والو حبة لابوكا، والله ما فيها، أنت بيدك تحشم تقول له 5 دراهم. الله يحسن اللعب صراحة الله، 40 سنة وحنا عايشين كنقول لك الدومينات والله ما عمر عشت حتى العام هذايا. صراحة الله تيري مويا، أنت كتشوف ما كاين مو تيري مويا 5000 6000. شحال تيري مويا؟ 50 درهم كتعدل. هي بجملة ساعة ساعة 50 درهم، دابا 50 درهم كتبيع حبة تشيري موية 15 درهم 16 درهم حبة تشيري موية، كتجي المرا بوبرية كتسال تشيري موية كتشاها كتضربها في الميزة كتحشم تقول لها 16 درهم. والله إلا ساعة ساعة كنسمحوا بحقنا معاهم، أقسم بالله كنسمحوا بحقنا. كتتحسب شي واحدة بوبرية ما عندهاش ولادي تبر الله إلا كنعطيوها حبة من عندنا، أقسم بالله راه ما بيدنا الغالب الله أخي الصراحة الغالب الله الغالب الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله اليوم رمضان وجي نتسخر نتقدك وشي جا غالي، مطيشه غاليه، البطاطا غاليه، البصله نقولوا شويه واخا باقا ما وجدتش، ودابا اخرى واجده وكلشي غالي بزاف بزاف هادشي هذا بزاف. والحمد لله ها تقدر تشري شي حاجه ولا والو؟ وانا غنشري شي بركه واش باقي غادي نتقدى شويه البطاطا وشويه البصله، اليوم رمضان ضروري ضروري غتقدى. يا غالية بزز منك. بزز مني غتقضى. بزز مني غتقضى نتقضى شي بركة. كاين شي بان بزاف وقت رمضان شحال هادي كنت كتشري بنفس الثمن ولا لا؟ لا كنا كنشرو طايحة الثمن شوية، البطاطا كنا نشرو طايحة عام الأول طايحة الثمن. مطيشة دابا مطيشة شوف مطيشة ديك النهار هادي غير واحد السيمانة كانت 5 دراهم 5 دراهم 4 دراهم. دابا ولا بزاف بزاف 10 دراهم 12 دراهم ها؟ ايوا لا اله الا الله. المازوت كيزيدوا فيها
كيزيدوا فيه درهم او لا 50 فرنك او لا، وما عطيتش كيزيدوا 3 دراهم 4 دراهم 4 دراهم. وقلت 5 12 هي 7. سبعه. ايوا لا اله الا الله، لا اله الا الله، الحمد لله.